السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. موعد مباراة الهلال السعودي القادمة بإذن الله تعالى في الدوري السعودي في الجولة 27 من كأس دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي طبعا. مباراة الهلال القادمة بإذن الله تعالى هتكون أمام الفيصلي، وهيكون ميعادها يوم الثلاثاء القادم 25 أغسطس 2020 أو 25/8/2020. مباراة الهلال أمام الفيصلي هيكون ميعادها الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والساعة 7 مساء بتوقيت السعودية. أما باقي التوقيتات هي زي ما قلنا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفرنسا وألمانيا، الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية طبعا والعراق وبلاد الشام والبحرين واليمن والكويت وقطر، الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات وعمان. أيضا مباراة الهلال أمام الفيصلي ميعادها الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس وإنجلترا، وميعادها الساعة 4 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة لمباراة الهلال السعودي أمام الفيصلي هي قناة السعودية الرياضية 1 أو كي اس اي سبورتس 1 اتش دي، ومعلق المباراة هو المعلق عبد الله الحربي. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم موعد مباراة الهلال السعودي القادمة أمام الفيصلي في الجولة 27 من الدوري السعودي بتوقيت كل الدول والقنوات الناقلة والمعلقين أو القناة الناقلة والمعلق. متابعينا الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد، ونراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.